الحمد لله مسحت كل حاجه في موبايلي، كان قلبي يحس اني امسك موبايلي ويفتش فيه. ما تخافيش انا كمان مسحت كل حاجه. صحيح، هتعملي ايه في موضوع ريهام؟ انا مرتبه مع ريهام كل حاجه، يعني توقعت اول حاجه يكلمها، فمتقلقيش. مسحتي رقم حسام؟ ايه نسيتي تمسحيه؟ حسينة اقعدي واسمعيني. ايه اللي حصل؟ غير رأيه؟ غير رأيه؟ ها؟ مش هيتجوزني؟ قالك كده؟ انا ما شفتش حسام اصلا ولا كلمته. ازاي ما شفتيهوش؟ انت قلتيلي انك شفتيه، قلتيلي ان انت شفتيه وهو قالك ان هو بيحبني وهيجي يتجوزني، انت قلتيلي كده. انا كنت عايزه هديك لحد ما اجي عشان مش هينفع اقولك اللي حصل على التليفون. ايه اللي حصل؟ انت مش روحتي لاهله؟ طردوكي؟ ما عرفتيش توصلي له؟ ايه اللي حصل؟ لا ما عرفتش اوصل له، محدش هيعرف يوصل له. ايوه ليه يعني؟ سافر، هاجر، اختفى، ايه اللي حصل؟ حسام مات